مساء الخير، أشكركم على دعوتي. إنني أجد هذا اليوم ينيرنا بشكل كبير. أود بسؤال: ما هو العالم الذي نعيش فيه؟ بالنسبة لي يبدو لي أن هذا السؤال محوري، لأنه يأتي في ليس فقط في نهاية قرن بل نهاية حقبة، وهي الحقبة التي تأسست على أسس وضعها الغرب بشكل أساسي. ولكن لا يمكن أن نرى ذلك إلا إذا ما عدنا إلى 3 عقود، إلى الأول من ديسمبر 1991 عندما كنت مراسلا في موسكو، وكان ذلك في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي. وعندما وصلت إلى موسكو كانت كلمة الغرب قد اختفت من المفردات الروسية، وكان هنالك الحديث فقط عن البروليتاريا، وكذلك الحديث عن أيديولوجية لينين وغيرها. فالرئيس نفسه وهنالك ممثلون يعني مسؤولون سامون كانوا يفتتحون ماكدونالدز في موسكو في ذلك الحين. ومعظم الأسماء التي نراها اليوم على الشاشة هي من الصقور التابعين لبوتين، وهم كانوا من المحابين للغرب في عام 1992 عندما التقيت بهم. ولكن لماذا الآن بدأوا بالاستفزاز تجاه الغرب؟ فهم يقولون بأن روسيا هي بلد تعيش في الماضي، وحربها على أوكرانيا هي محاولة لاختراق الخطوط الحمراء التي وضعها بوتين، وكان من الممكن تفادي ذلك لو أن الغرب لم يكن مناهضا بشكل كبير لبوتين، وكان هنالك احتكار لاستخدام القوة. حتى بدأ التدخل الروسي في سوريا ووضع حدا لذلك الاحتكار، وهذا يشبه ما حصل ما بين أمريكا والأوروبيين، حيث انتهى الاحتكار الأمريكي وكان هنالك استقطاب كبير. وفرنسا بعد المظاهرات العارمة للمتطرفين اليمينيين بحثت عن كبش فداء، وكان هو الإسلاميين. وليس من محض الصدفة هو أن هذا التوجه بالدرجة الأولى موجود في فرنسا، ومن ثم كذلك في بريطانيا لدينا سياسات مختلفة مثل الخروج من الاتحاد الأوروبي وظروف الجائحة كوفيد-19 وعدم استخدام التطعيم. لم يكن أحد قد أجبر جونسون على أخذ هذه القرارات في حين كانت المشافي تسلم جثث للأقارب بعد الجائحة. وفي ألمانيا هنالك أيضا الرأي العام الذي كان يحاسب أنجيلا ميركل. كل هذه الأزمات تحدث في بشكل متزامن، وهنالك انهيار للثقة بالديمقراطية الليبرالية، وذلك ليس بسبب العدو، لأنه لا يفسر قوة الإجراءات الفرنسية ضد الإسلام ولا حتى بوجود التطرف أو الراديكالية الإسلامية. وكذلك الأمر في بريطانيا، هنالك أولا الحزب العمل الذي
سخر نفسه في حرب ما بين المحافظين والمحافظين الجدد والذين والثائرون في اليمين البريطاني. إن بوريس جونسون لم يبدأ بذلك تلك السياسات بسبب منافسيه بل بدوافع داخلية، وأقول ذلك لأنه من المستحيل القول بأن هنالك مشاكل بهذا الحجم دون الحديث عن الاستعداء الموجود في الإعلام. فلدينا مصطلحات عنصرية، فالطريقة الوحيدة التي تجعل هنالك اختلافا ما بين القصف الروسي لكييف والقصف لحلب هو الكلمات المستخدمة في تغطية ذلك، وهنالك حتى اقتباسات من مراسلين الإعلاميين يقولون بأن هؤلاء ليسوا لاجئين من الشرق الأوسط بل إنهم أوكرانيون وبيض ومسيحيون، وكذلك لون البشرة ذو معنى وله أهمية في التغطية الإعلامية. على سبيل المثال اللاجئون الأوكرانيون لا يوضعون اليوم على متن الطائرات للذهاب إلى رواندا خلافا لنظرائهم من الأفغان والسوريين. هنالك تفاوتات أخرى فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية لأوكرانيا. كلمة المقاومة دخلت المفردات الغربية الإعلامية في الحديث عن أوكرانيا، حيث يتحدثون بحماس عن طريقة صنع الأوكرانيين للقنابل اليدوية الصنع، وهذا ما يجعل المقاومة الفلسطينية بطولية. أمر آخر هو أن هذا الصراع يغطى من طرف واحد فقط، ولا يوجد أي محاولة لتغطية وجهة نظر القوميين الأوكرانيين أو والذين لا يشار إليهم إلا انفصاليين مدعومين روسيا. البي بي سي أجرت مقابلة مع لافروف وقالوا بأنهم حاولوا أن يجروا مقابلة مع المؤيدين لروسيا في بومباس، هذا منصف، ولكن كان هنالك أيضا قتلى من الأطفال في قصف المدارس ولم يسأل أحد من كان المقصود بتلك الصواريخ. لم تكن هنالك أي محاولة البحث عن الصلات ما بين القيادات المختلفة في وكذلك في كييف. لا وجود للحقيقة ولا للسردية إلا تلك التي تهمنا. لا تخطئوا فهمي، لقيت ببوتين 4 مرات وأنا لست معجبا ببوتين، فهو يقوم في أوكرانيا بما قام به مع الشيشان حيث قتل ما بين 25,000 إلى 200,000 مدني، ولكن قرأت كتابا يقول بأن هذه العملية كانت تقتل روح روسيا. إن بوتين قد أقنع بوش بأن يشمل تلك العملية ضمن حربه على الإرهاب، وقد التقى بوتين مع الملكة وتوني بلير، ولكن انفصاله أو مشكلته مع الغرب بدأت في وقت لاحق.
وبذلك وبعد ذلك نشأت المشكلات الهوية ما بين أوكرانيا وروسيا، وهنالك هذا ما انتهى ببعض العلاقات العائلية حتى بموقع حرج. إن أخطاء بوتين كبيرة وخطأه الأكبر كان ليس خطأ عسكريا بل خطأ نفسيا، حيث إن المتحدثين الروس في خاركيف لم يستقبلوا الروس بالورود، ولكنهم قابلوهم بالغضب ومن ثم بصواريخ مضادة للدروع والدبابات. ولكن على الرغم من جميع تلك الأخطاء فإنني لست مقتنعا بأن بوتين قد أخفق فعلا. فإذا ما تبعت هذه الحرب نفس النموذج الذي تبعته الصراعات الأخرى التي غطيتها في أبخازيا وجورجيا وغيرها، فإنها سوف تنتهي في مكان سيء. ولكن من جانب آخر، إذا ما توقف القتال الآن فإن بوتين يسيطر على 25 من أوكرانيا وحول باقي أوكرانيا إلى دولة حبيسة غير ذات منفذ بحري على الإطلاق. إن الدروس المستفادة هو أن السردية التي تقول بأن الروس يتراجعون غير صحيحة، وأنا أشك بها. وإن بوتين يبتعد عن محادثات فيينا، وإذا كان مصدر القلق الأساسي هو حصول إيران على السلاح النووي، فإن إيران قد وافقت على تخفيض نسبة اليورانيوم المخصب. ولكن إذا ما كنا نعتقد بأن القائد الأعلى للثورة يكذب في هذا الخصوص، وما إذا كان لدينا وسائل لمراقبة تطبيق ذلك الاتفاق، لماذا إذن نستمر في فرض العقوبات من الخزينة الأمريكية؟ الرئيس بايدن لم يزل نهائيا العقوبات ذات الصرامة الشديدة على النظام الإيراني، وحتى الآن يحاول أن ينشئ تحالفا أمنيا ما بينه وما بين إسرائيل والعربية السعودية، ولا أظن أن هذا سيحدث كما يعتقد ذلك الكثير من الناس. كله سيحاول مرة ثانية أن يلتقي بمحمد بن سلمان في حزيران. إذا أردتم أن تعرف لماذا تخسر الولايات المتحدة الأمريكية مصداقيتها، فإن هذا سبب نستطيع أن نراه مباشرة في سياستها في الشرق الأوسط. وهنا نستطيع أن نقول أن بايدن يعود إلى الوضع القياسي الذي عير عليه ترامب السياسة الخارجية السعودية. هل ستقوم المملكة العربية السعودية ستوقف أو ستجمد عضوية روسيا في الأوبيك بلاس؟ لا أظن ذلك. لذلك هل ستنسحب كذلك الإمارات من دعم المجموعات المسلحة التي تنخرط معها مجموعات فاغنر؟ لا أظن ذلك. إذن هنالك الكثير من القول نستطيع أن نقوله على الولايات المتحدة الأمريكية أنها قد فقدت اسمها وفقدت سمعتها، ولذلك هنا خطورة كبيرة على تركيا أن تقبل بالأموال الإماراتية أو تقوم بتبادل العملات إذا ما زارها محمد بن سلمان في الأسبوع القادم. هؤلاء الأشخاص هم الذين ساهموا في تنسيق محاولة انقلاب في عام 2016 ولن يغيروا جلدهم في من أيام الأيام، وقد سعوا بكل جهودهم من أجل إيقاف ثورة العربي بالثورات المضادة ابتداء من
منذ عام 2011 مرة ثانية لن نجد هنالك مظاهرات تدعم هذه الثورات في مصر أو في غيرها من البلدان بسبب جهود الثورات المضادة. كذلك عندما آخر رئيس أمريكي الذي قد هدد بإنهاء الدعم لإسرائيل دعم المستوطنات كان ريغان، ولكن الآن الطيف الموجود هو طيف سياسي من اليمين واليمين المتطرف والذين يقولون أننا سندعم إسرائيل وسنستمر في مثل هذا الدعم. وهنا نتذكر المبادرة السلام العربية التي تم إطلاقها في عام 2000 ولم تصل إلى أو لم تخرج إلى 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 النور. وإذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تلتزم بقيم يجب أن تطبقها على جانبها. شكرا جزيلا لكم.